حديث سيادة الرئيس النهاردة عن مكافحة الإرهاب أو مواجهة الإرهاب. الحقيقة الموضوع مش بس إرادة سياسية أو إرادة القيادة السياسية، لكن إرادة شعبية. وأكثر من مرة وفي كل مرة بنأكد أن مواجهة الإرهاب بالسلاح لا تكفي، لكن التنمية والفكر، إحنا محتاجين أن عقول الناس تنور. سيادة الرئيس النهارده قال كلام مهم جدا جدا، ان اللي حصل خلى الناس تشك اصلا في دين ايه اللي ممكن يخرج ارهابي يقتل ويدمر باسم الدين وباسم ربنا. فاللي حصل او الارهاب اللي انتشر في الفتره اللي فاتت خلى الناس نفسها ابتدت تشك في فكره الدين. وخليني اقول لحضراتكم بعض من كلمات سيادة الرئيس اللي اما قال: عندي اراده لا تلين ومن حديد في مجابهه الارهابيين. تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مواجهه الارهاب والارهابيين قائلا: عندي اراده لا تلين في مجابهتهم طبعا ومن حديد، وانا اواجه في اطار مواجهه لاجل خاطر الدين، كل الدين، لان ما حدث كان له تاثير سلبي على فكره الاديان والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. الناس اتشككت ايه الاديان اللي بتطلع تقتل وتدمر في الناس بالشكل ده. واضاف الرئيس في رسالته للشعب: شوفوا ما يحدث وستدركون أنكم في قتال ونضال مستمر، وكل يوم في حكاية، وأنا والله ما أعرف هيقابلوا ربنا إزاي بالكذب ده كله، ده كذب كتير جدا، ربنا يكفينا شر أنفسنا وشرهم. خليني برضو أقول لحضراتكم إن ندوة الشأن العام لسيادة الرئيس وجه بإنعقادها والتفاصيل اللي اتكلم فيها وأهمية الندوة دي، وبعدها نخرج مع حضراتكم ونشوف جزء من الكلمة مرة تانية. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف ومشيخة الأزهر إلى عقد ندوة للنقاش في الشأن العام، مؤكدا أن أهل الدين هم الأولى بالحديث في هذا الشأن. ووجه الرئيس السيسي في مداخلة تعقيبا على كلمة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خلال الاحتفال: إننا نحتاج أن نعمل على الفقرة الأولى من الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم. ودعا الرئيس إلى عقد ندوة أو مؤتمر لمدة أسبوع أو أكثر للنقاش حول المفاهيم التي طرحها الوزير في كلمته، فضلا عن المفاهيم التي طرحت من قبل. أضاف الرئيس في كلمته: أنا لا أتحدث عن أهل الدين فحسب، بل عن السياسيين، الاقتصاديين، أهل الثقافة وكل المعنيين في المجتمع. نخرج مع حضراتكم نشوف جزء آخر من كلمة سيادة الرئيس ونرجع لكم مرة تانية. في النور الحقيقة الباني. دكتور مختار، اسمح لي اقول لك ان الفقرة الاولانية من الخطبة محتاجة ان هي نشتغل عليها. شوفوا تعملوا ندوة او مؤتمر لمدة اسبوع او اكتر عشان يتبقى النقاش حوالين المفاهيم اللي انت طرحتها أو اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده كتير، بس انت قلتها بشكل الحقيقة محتاج مننا كلنا. أنا مش بتكلم على أهل الدين بس، أنا بتكلم حتى على السياسيين والاقتصاديين والناس أهل الثقافة، كل المعنيين في المجتمع، نقعد لمدة أسبوع أو أكتر حسب الأمر ما يتطلب ونبتدي نتناقش في الموضوع اللي هو الشأن العام، ويبقى من منظور ديني ممكن، ويبقى من منظور ثقافي ممكن، ومن منظور فكري ممكن، منظور اجتماعي ممكن، منظور سياسي ممكن، زي ما انتوا عايزين. بس خلونا نحن نشوف ده، وأرجو أن الإعلام يغطي بعد إعداد جيد لهذا الموضوع من الأوقاف ومن مشيخة الأزهر طبعا فضيلة الإمام، عشان الناس تسمعنا وإحنا بنتكلم على إيه، يعني إيه شأن عام، لأن ده أمر مهم قوي وخطير جدا في ظل الظروف اللي بتمر بمنطقتنا وبمصر. وبالتالي احنا محتاجين نتكلم مع نفسنا، مع نفسنا، مع شعبنا، على ان النهارده المواضيع بيتم تناولها بشكل خلينا نفرد لها وندي فرصه للكل يتكلم والكل يسمع. ارجو ان احنا نتحرك في ده في الوقت، نظموها ونشوف. وانا هحضر اول يعني هحضر الموضوع. شرف لينا السادة الرئيس. لا مش شرف. شرف لينا السادة الرئيس. وانا هحضر. ربنا يحفظك. هحضر بس ارجو ان يبقى في اعداد زي ما قلت كده، عشان هو مش هيبقى بس على قد الدين. كان ممكن اقول الكلام ده لرئاسة الجمهورية تعمله، اجهزة الدولة يعني. لكن انا قلت ان اهل الدين هم الاولى بالكلام في الشأن العام. شكرا جزيلا. في النور الحقيقة الباني. رسائل مهمة جدا لمصر والمصريين، ولازم نعترف ان احنا على الخطى الصحيح.
احنا حطينا رجلينا على الطريق الصحيح وبنمشي، لكن مش محتاجين ان معوقات تقف قدامنا ونستسلم ليها، لان في ناس بتستغل الحاجات الايجابيه الحلوه قوي اللي احنا بنتكلم عنها النهارده في انها تشوه صوره مصر. في حد بيستغل البساطه والتلقائيه اللي بيتكلم بيها سياده الرئيس وتبتدي تنقد وتتكلم، لكن احنا عايزين نبقى واعيين اكتر للي بيحصل حوالينا، واعيين اكتر للي احنا حققناه، للمكاسب اللي احنا حققناها، عشان نقدر نستثمر المكاسب دي في مكاسب تانيه.